حفل زفاف يتحول إلى مأساة في المكسيك. المدعوون وعددهم نحو 100 شخص وبينهم أطفال أكملوا سهرتهم بالمستشفيات بعد دقائق فقط من تناولهم طعاماً فاسداً خلال الحفل. عدوى بكتيرية هي الحالة التي جرى تشخيص حضور حفل الزفاف المكسيكي بها، الصداع وآلام المعدة والقيء والإسهال وحالات إغماء، أعراض عانى منها المدعوون. بعضهم تلقى العلاج في مكان الحفل، وآخرون احتاجت حالتهم لتدخل طبي في المستشفيات. شهود من الحفل صرحوا لوسائل الإعلام المكسيكية بأن الطعام المكون من الفطر البري كان له مذاق مادة كيميائية قوية جداً. أما الشركة المسؤولة عن قائمة الطعام فلم تعلق بعد على الحادثة الجاري التحقيق في وقائعها من قبل السلطات المكسيكية.